ورسميا الرجاء العالمي كتاه المباراة النهائية لبطولة كأس العرش بعد الانتصار ديالو على فريق الوداد بواحد الزيرو. وكما قلت لكم في الفيديو التحليلي بلي أقرب فريق اللي غادي يتأهل في الديربي هذا هو فريق الرجاء العالمي. وكما شفتوا في هذه المباراة هذه فريق الرجاء العالمي هو اللي تأهل للمباراة النهائية. وبالفعل الرجاء العالمي في هذا الماتش هذا استطاع باش ينتصر على فريق الوداد بهدف نظيف. ورسميا هو أول متأهل للنهائي ديال بطولة كأس العرش. وكما شفنا فريق الرجاء العالمي بعد ما كنا تنقولوا عليه بلي عنده واحد الموسم كارثي، حاليا إذا مشاو توج بلقب كأس العرش غادي ينقذ الموسم ديالو. اما بالمقابل فريق الوداد بعد ما كنا تنقولوا باللي عنده واحد الموسم اللي ناجح، وبعد ما كان هو الثاني في البطوله الوطنيه وقريب باش يتوج بالبطوله، وبعد ما كان عاوتاني منافس على البطوله الثانيه اللي هو دوري ابطال افريقيا، وبعد ما وصل نصف النهائي ديال كاس العرش، حاليا ورسميا فريق الوداد غادي يخرج بموسم صفري. ودرجتوا معايا لواحد الفيديو كنت درته قبل ما يتلعب النهائي ديال دوري ابطال افريقيا، كنت قلت لكم باللي فريق الوداد غادي يخرج في هذا الموسم هذا بموسم صفري، وهذا الشيء اللي وقع بالضبط حاليا، والفريق رسميا خرج من جميع البطولات اللي كان منافس عليها. اما بالمقابل فريق الرجاء العالمي تبدل كل شيء، حاليا الفريق بواحد النسبه كبيره غادي يتوج بلقب ديال كاس العرش، وغادي يستطع باش ينقذ الموسم الكروي في هذا الموسم هذا. نمشي دابا نهضر على المباراه وعلى التشكيله دخل بها المدرب الفريق اللي هو زين باور. بكل صراحه التشكيله دخل بها المدرب ديال الفريق ذكيه بزاف، هذاش كنشوفو اعتمد على انس الزنيتي في حراسه المرمى، بالمقابل المدافع اعتمد على اسماعيل مقدم والهدهدي والبدوي وبنتاي. اما من ناحيه خط الوسط وكما قلت لكم في التشكيله قبل المباراه اعتمد على روجر اهولو في الجيم ديالو كامارا، وزيد عاوتاني محمد مكازي كصانع العاب. من ناحيه الاجنحه والاول مره اعتمد على محمد زريده كجناح ايسر، بالمقابل نوفا الزرهوني كجناح ايمن، وفي الاخر وكما قلت بن جديده كراس حربه. من ناحيه اهم المجريات كما شفنا في المباراه، بكل صحه فريق الرجاء العالمي بدا بواحد التنظيم تكتيكي اللي رفع بزاف، وشفنا في الشوط الاول كيفاش منظم تكتيكي لواحد الدرجه الكبيره، وزاد عاوتاني الشوط الاول كان استحواذ كله لفريق الرجاء العالمي من غير ربع ساعه الاخير من الشوط الاول لان الفريق كان متقدم بواحد زيرو. كما قلنا فريق الرجاء العالمي بدا بواحد التنظيم تكتيكي اللي كبير، وهذا الفضل راجع المدرب ديال الفريق اللي هو زين باور. بعد ما المباراه كانت قويه بين الفريقين، في الدقيقه 18 الرجاء العالمي استطاع باش يسجل الهدف ديال التقدم بعد ما الكره تخطفات ليحيى جبران بواسطه محمد مكعزي، وبعد ما الكره خطفها محمد مكعزي عطاها مباشره محمد زريده. محمد زريده في هذه اللقطه سونتر الكره بالمليمتر، ولكن سفيان مطيع رد هذه الكره هذه وضربات في ارسون زولا والفريق سجل الهدف الاول، وهنا فريق الرجاء العالمي تقدم في النتيجه بواحد زيرو. وهنا مباشره بعد تسجيل الرجاء العالمي الهدف الاول المدرب ديال الفريق بدل الرسم التكتيكي وغير الرسم التكتيكي من الاستحواذ على الكره للدفاع، وهذا الشيء اللي وقع بالضبط. اللاعبين ديال الفريق رجعوا كاملين باش يدافعوا، وهنايا فاش القضيه صعبت بزاف على اللاعبين ديال فريق الوداد وخلى الفريقين يتسالى الشوط الاول بواحد زيرو. مشينا للشوط الثاني وعاوتاني المدرب ديال الفريق زين باور بدا بنفس الرسم التكتيكي وامر اللاعبين ديالو باش يرجعوا اللور وباش يشدوا الدفاع نهائيا. اما بالمقابل فريق الوداد حاولوا باش يهجموا باكبر عدد ممكن من اللاعبين، ولكن التنظيم التكتيكي ديال اللاعبين ديال الرجاء العالمي كان ممتاز ورفع بزاف، وهادشي اللي خلى اللاعبين ديال الوداد يحيروا باش يسجلوا الهدف ديال التعادل. واخا فريق الوداد في الدوزيام ميطا جاو بزاف ديال الفرص الخطيره، ولكن التنظيم الدفاعي ديال الفريق الرجاء العالمي كان ممتاز، وزاد عاوتاني المدرب ديال فريق الرجاء العالمي ما كانش معتمد غير على الدفاع، ولكن كان تيحاول يخطف شي هجمه مرتده باش يسجل الهدف الثاني. ولكن كما تنعرفوا حنايا تنلعبوا مباراه في النصف النهائي ومباراه اقصائيه، وهدف واحد كافي الفريق باش يتاهل للمباراه النهائيه، وهادشي اللي خلى المدرب يامر اللاعبين ديالو باش يعتمدوا على الدفاع الكلي، وفي حاله قطع الكره ديك الساعه عادي تحولوا الهجمات المرتده بجوج ديال اللاعبين فقط، وهادشي اللي ازم الوضعيه بالنسبه للوداد. وزاد عاوتاني حتى التغييرات اللي دارهم المدرب زين باور كانوا في المستوى، لان شفنا في الدقيقه 70 خرج كاميرا ودخل زكريا الوردي اللي دار عاوتاني واحد الدوزيام ميطا اللي ممتازه، وزاد عاوتاني في الدقيقه 79 دار عاوتاني تغييرات اللي ممتازه لانه خرج سفيان بجديده ودخل يسرى بوزو، وزاد عاوتاني في الدقيقه 87 بغى يسد اللعب نهائيا لانه بدا تيخرج مهاجمون وتيدخل مدافعين. في الدقيقه 87 خرج نوفل الزرهوني ودخل العراسي كقلب دفاع، وزاد عاوتاني خرج محمد زريده ودخل بولكسوت كظهير، وهنا فاش المدرب سد اللعب نهائيا وخلى اللاعبين ديال الوداد يديروا اي طريقه باش يسجلوا الهدف ديال التعادل. ولكن كما تقولوا هيهات وهيهات، لان الرجاء العالمي عنده دفاع للاسمنتي وما خلاش نهائيا حتى شي هجمه لفريق الوداد تدوز للمرمى، وهادشي اللي خلى المباراه تسالى بالانتصار ديال فريق الرجاء العالمي والتاهل للمباراه النهائيه. وبكل صحه التاهل غادي يخلي فريق الرجاء العالمي ينقذ الموسم ديالو بتتويج بطولة اللي مهمه اللي هي بطوله كاس العرش. بالمقابل فريق الوداد غادي يدخل في ازمه حقيقيه بعد ما غادي يخرج بموسم صفري، وانا بكثره فاش فريق الوداد خاصو يراجع الاوراق ديالو. وكما تقولوا بعد ما كان فريق الوداد في موسم كامل هو منافس على جميع البطولات، فريق الرجاء العالمي غادي يجي في الاخير وغادي يتوج باغلى بطوله اللي كاينه في المغرب اللي هي بطوله كاس العرش. وكما تنقولوا في الاخير واحد المثل تونسي، العبره في الخواتيم. ويلا فتيكن معكم حفيظ وتهلا.